السلام عليكم يا شباب، انا سمير جيمي. طبعا اللي ما يعرفنيش هذه هي قناتي، وانا نزلت فيديو قبل شهر وقلت فيه ان انا اعتزلت، ولكن المتابعين اصروا ان انا ارجع تاني اليوتيوب. وانا كنت معتزل لان ما كنتش في تفاعل بالقناه، ولكن التفاعل جاي ان شاء الله وراح استمر في هذه القناه. وشكرا لكم ان رجعت بفضلكم انتم وبفضل اصدقائي، ولن أقطع أبدا فيديوهات على اليوتيوب. راح أنزل فيديوهات لألعاب كثيرة وراح أطور من نفسي. وشكرا لكم، ولقد حضرت لكم هذا الفيديو فقط حتى أشكركم فيه وأرجع للقناة. هذا الفيديو العودة للقناة إن شاء الله، وأنا ممكن أنزل 3 فيديوهات في الأسبوع يعني. وهذا فيديو قصير يعني، مجمع من فيديوهاتي الموجودة على القناة، إن شاء الله ينال إعجابكم. شكرا لكم، وإن شاء الله راح تجدوني في القناة دايما. وهذا كله بفضلكم وفضل ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم سمير جيمي، وشكرا لكم مرة أخرى ولأصدقائي. ولله عليكم. يلا براسك، يلا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وكده يعني. اوه يا نهار ابيض، والله كان بيفكر المكان يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سمير جيم، واليوم رجعت لكم بالحلقة الثالثة من سيرفر فرند كرافت السيرفر وستور. طبعا يا شباب في الحلقة السابقة فرجتكم على البرج اللي بنيته هنا. هذا هو هرم المشتركين، شايف الهرم اللي ورايا؟ هذا هو هرم المشتركين.